أهلا بكم في نبأ اليوم. إعلان عن أسماء حكومة فايز سراج المكلف من البعثة الأممية ب 32 وزيرا بعد أن استوفت وقتها من التأجيل، وفي ظل اختلافات وتعليقات داخل المجلس الرئاسي قبل يوم واحد من اجتماع روما الأمني بخصوص ليبيا، والمؤتمر حسب تصريحات المسؤولين الإيطاليين الذي سيتناول العديد من القضايا وبالأخص الجوانب الأمنية والترتيبات المتعلقة بالحكومة المقترحة. يكون سؤالنا المحوري على جزئين: ما دلالة الظروف التي أعلن فيها مقترح الحكومة المرشحة من البعثة لإتمام الاتفاق السياسي الليبي؟ وكيف يقرأ اجتماع روما الأمني بحضور اللجنة المكلفة من السراج لإدخال الحكومة إلى طرابلس في ظل خلافات جذرية داخل المجلس الرئاسي؟ نتابع التقرير التالي ومن ثم نبدأ الحوار. حكومة ب 32 وزارة، هكذا أعلنت التشكيلة بالتزامن مع ظروف وتساؤلات عديدة رافقت مرحلة قبل الإعلان وبعده. تلوح الأسئلة التي تبدأ من دور البعثة الأممية في كل هذا، ومدى حقيقة تقييمها لواقع الحوار الليبي وتبعاته السياسية، مرورا بارتباط ذلك بالمشاريع الإقليمية والدولية في ليبيا، وانتهاء برفضها لأي مسارات أخرى رغم التحذير من الخلاف. فمنذ إعلان المبعوث الأممي السابق برناردين يوليون عن مقترح الحكومة، والمشهد بات منقسما إلى داعمين ومعارضين من كلا الطرفين، بعد أن صار الإجماع السياسي في المعسكرين واحد. لكن البعثة الأممية أصرت واستمرت في خطتها دون اكتيرات لنداءات الطرفين، واكتفت بالفعل بتوقيع ممثلين غير رسميين عن الجسمين السياسيين. يرى مراقبون أن حكومة المحاصصة الجغرافية في الشكل وطريقة الاختيار، كما وصفها مستشار السراج الإعلامي وعدد من داعميه، ليست سوى انعكاسا لإدارة الحوار أمميا ومصالح الموقعين عليه. ومن أبرز ظروف الخلاف حول الحكومة قيام علي القطراني عضو المجلس الرئاسي المقرب من حفتر بتعليق عضويته في المجلس قبل الإعلان عن التشكيلة الحكومية، لحقه بعد ساعات عمر الأسود دون تفاصيل رافقت ذلك حينها. معلومات عن اقتحام مكان اجتماع المجلس الرئاسي في فندق وسط تونس من قبل محتجين على عدم أهلية من يمثلهم في الاجتماع، لكن الأمن التونسي تدخل وطوق المكان. حسن شابة أحد أبرز المؤثرين في مسار الحوار من مصراته نشر تعليقا على فيسبوك مستاء من التشكيلة الحكومية، ويقول فيه أنه لن يبيع والده بوزارة ولن يستبدل أهله بعمارة، ليعاود في تعليق آخر أنهم التقوا مع فايز السراج وطلبوه بوقف إعلان الحكومة حتى يتم التوافق عليها، وإلا فلتذهب حكومته غير مأسوف عليها. يرافق ذلك أيضا معلومات عن رفض المجلس البلدي لمصراته الداعم للسراج ومسار البعثة الأممية للتشكيلة بعد نزاع وزاري حول وزارة الداخلية. هذا وتعقد في روما أعمال مؤتمر دولي حول ليبيا بمشاركة 22 دولة من بينها عدد من الدول الكبرى، سيتناول الجوانب الأمنية والترتيبات المتعلقة بالحكومة المقترحة من قبل البعثة الأممية، مما يطلق مؤشرات على مضي المجتمع الدولي نحو تشكيلة الحكومة دون الاكتيرات، ربما بوجود اتفاق من عدمه. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو المحلل السياسي السيد محمود إسماعيل، وعبر الأقمار الاصطناعية عضو المؤتمر الوطني العام السيد محمد مرغم من مقر المؤتمر. كما ينضم إلينا عبر الهاتف الناشط السياسي السيد حسن شابة، وأيضا عبر الهاتف أستاذ العلاقات الدولية السيد علي أبو صدرة. أبدأ معك سيد محمود، أهلا بك في نبأ اليوم. مرحبا، أهلا وسهلا، فرصة طيبة، وأتمنى لكم التوفيق ولليبيا التوفيق. أهلا بك. كيف تم بناء هذه الحكومة خاصة بعد ربما الخلاف داخل جسم المجلس الرئاسي الذي أدى لتأجيل أعلن الحكومة ل 48 ساعة؟ توافق ينتظره الليبيون وينتظرون كثيرا من أجليات آلية التوافق، ولكن الحقيقة أن ربما كان السمة التي غلبت على هذه التشكيلة أولا بداية لا تسمى حكومة إلى حين يتم هناك إجراءات مسبقة بداية من آلية التسمية، وثم يجب أن يكون هناك أيضا استقالة
فيما يتعلق يقدمها السيد فايز السراج، لأنه هو عضو في برلمان، ولذلك يجب أن يبدأ الإجراء بإمكانية أن يكون هناك استقالة وقبول الاستقالة من أجل أن يكون هناك تكليف، ثم النظر في آلية التعديل الدستوري، وهو يحتاج إلى الكثير والكثير. وأيضا فيما يتعلق بالإجازة بأغلبية عادية أو أغلبية نسبية، ممكن 120 صوتا نحتاج إلى الكثير. هذه الحكومة بنيت على أساس جهوي حقيقة، وكانت ربما شكلت بأطياف كثيرة من ألوان اللون الليبي، ولكن مهما كان وكيف كان نحتاج إلى توافق، لا مهرب من التوافق إلا إليه، ولكن كيف سيكون هذا التوافق؟ وهل هذه الحكومة ستصمد، أو هل ستنال الثقة من برلمان قيل ما قيل فيه؟ ولكن نقول واقعيا أنها هي موسعة، وموسعة جدا، 34 هي عبء ثقيل أيضا مع الهيئات، وفي وضع اقتصادي سيء، وإدارة هذه المؤسسة أعتقد أنه في كثير من الإشكاليات. ولكن مع هذا وذاك نجزم بأهمية أن يكون هناك توافق وحل يخرج ليبيا من عنق زجاجة موجودة فيه. أتوجه الآن عبر الهاتف إلى السيد حسن شابة. سيد حسن، لماذا هنالك ربما بعض الآراء المعارضة من مؤيدي الاتفاق للتشكيل الحكومية وآلية تشكيلها وكيفية الاجتماعات هناك؟ في البداية أحييك وأحيي ضيوفك الكرام. تخبط السيد فائز السراج في تشكيل الحكومة من 24 إلى 24 إلى 10 إلى 30 نفاجأ بها. هو تخبط، احنا طلبنا من السيد فائز السراج أن يكون يرأس هذا الجسم من أجل التوافق وتوافق الليبيين ويتعاون، لكن الحقيقة تم تشكيل الحكومة بشكل غريب، يعني إقصاء أطراف والبحث عن مصالح، وأصبحت ما هيش حكومة من أجل الوفاق الوطني، أصبحت حكومة مصالح. ضربت صفقة بين فتح المجبري وأحمد المعيتيك وفائز السراج، تقاسموا هذه الحكومة، كان اعتراضنا واضح، لابد أن يكون هناك تصميم لكل مدن الثورة، من حيث أنهم هم تكون لديهم الوزارات الواضحة والأسماء الوطنية. والحقيقة مشينا مع فائز السراج وطلبنا منه تأجيل هذه الحكومة للساعة 4 احنا وياه في الفندق. فوجئنا بعد تركنا الفندق في الصباح يعلن عن حكومة غريبة. سكرتير المجبري يتولى التعاون الدولي، وكيل المجبري يتولى وزارة الكهرباء رغم أنه تخصص علمي، أحمد المعيتيك يسمي سرويل صديقا له في وزارة الخارجية، أحمد المعيتيك يسمي رفيقا له في وزارة الصحة. هذه ليست حكومة، نحن ناس وطنيين من الشجاعة نملك أن نقول رأينا في أي لحظة، لكن أني الحقيقة اعترضنا بشكل واضح. إذن الخلاف ليس على العدد، ولكن الخلاف في شخصية هؤلاء وكيف تم اختيارهم، هل هذا صحيح؟ نعم الخلاف على اختيار الأشخاص، ولأنهم هم الحقيقة يحملون أجندة خاصة وإقصاء أطراف دون أطراف والاستفادة من القصة. وفايز السراج في البداية كان مشواره الحقيقة كويس، تواصل مع الجميع، مع السيارة السياسية، مع المدن، مع كذا، إلا أنه جاء إليه فريق يعني بدأ يبحث عن رئيس حكومة مش رئيس وفاق وطن. طيب هذا التوزيع، هل هذا التوزيع الذي أنتم معترضون عليه هو توزيع من الناحية الجغرافية أم من الناحية السياسية أو كيف؟ هل لك أن توضح لنا تفاصيل هذه الصفقة التي تحدثت عنها؟ الحقيقة احنا كان عندنا هدف أن يطمئن الثوار إلى هذه الحكومة، بحيث أن احنا نقنع الطرف المتشدد من المؤتمر الوطني العام وفي مدينتنا مصراتة الرافض لهذه الحكومة. بالتالي لابد أن يتم اختيار أسماء يطمئن لها الثوار. على سبيل المثال لما وزعت الدفاع في الشرق وأن الداخلية في الغرب، ولابد أن يتم اختيار أحد الثوار لهذه الوزارة. تقصد وزارة الداخلية والدفاع؟ نعم. يعني ما رأيكم في مسألة تسمية المهدي البرغثي في هذه الحقيبة؟ هل تعترضون عليه أم ماذا؟ المهدي البرغثي هو شخصية جدلية أيضا، لازلنا نحن في حالة نزاع معاه، نحن مازلنا في حرب قائمة في بنغازي بيننا وبين أهلنا في بنغازي، وهذا الصراع مستمر. وأنا البارح كلمت من إخواننا في العواقير، قلنا لهم اسمحوا لي أن احنا مازلنا في حالة نزاع وفي حالة حرب، لما نتصالح نقبل بعضنا. نحن الآن فاقدين الثقة، وبالتالي لابد أن تكون الثقة موجودة بين جميع الأطراف. طيب ابقى معي سيد حسن، ابقى معي. أتوجه الآن إلى السيد محمد مرغم من مقر المؤتمر الوطني العام. هل هذا الإنجاز أو هذه التشكيلة التي تم الاتفاق عليها من قبل أعضاء المجلس الرئاسي المقترح من قبل البعثة الأممية هو نتيجة لما كانت تقوم به البعثة الأممية فيما فات؟
هو في الحقيقة نتيجة لما كانت تقوم به البعثة الأممية. البعثة الأممية دخلت بين الليبيين ويعني أطمعت فريقا من الليبيين على أنه سوف يستفيد من الحكومة القادمة، ثم هذا الفريق شطرته بين اثنين، والآن أخذت فريقا أرضته وفريقا أغضبته، وهكذا إلى أن تضرب الليبيين ببعضهم. هذا هو مسلسل البعثة الأممية، هذا هو مخطط اليون ومخطط الإمارات ومخطط السيسي ومخطط كوبلر فيما بعد. الآن هم ها أفلحوا في هذا. الآن هذه النتيجة هي النتيجة الحقيقية لمجهودات الأمم المتحدة، شق الصف الليبي ووضع الأسفين بين الليبيين وإرضاء طرف على حساب طرف آخر، الطرف الذي ترضيه يميل إلى البعثة الأممية، والطرف الذي يغضب يزعل ويبتعد ويضرب هذا بهذا، وهذه هي النتيجة. يعني ليست هناك أي حكومة، إنما هناك سيطرة لقوى إقليمية ودولية معروفة على الشأن الليبي وعلى مصير الليبيين. من هم المعني بانتخاب حكومة؟ في المقابل هم ممثلو الشعب الليبي، في المقابل سيد مرغم هم المؤتمر الوطني العام. سيد وإن شئت تسمعني أن تقول مجلس النواب المنتخب، سيد ليكون يجتمع الليبيون مع بعضهم ويختاروا حكومتهم. طيب سيد مرغم، يعني إذا كنت تسمعني فقط، الذين يمثلون أنفسهم ويختارهم في المقابل سيد مرغم يقولون لك الأسماء من تشكيلة 32 هي تشكيلة ترضية الجميع، 20 ولا 15 عدد ويقول لهم شكلوا حكومة، هذه مهزلة. يبدو أن سيد محمد مرغم لا يستمع لنا، سنعود لا بعد حل هذه المشكلة. توجه للسيد محمد بصدرة عبر الهاتف. سيد محمد، هل هذا التشكيل يعني أو هذه التشكيلة الحكومية الموسعة ب 32 وزارة هي يعني أشبه بإنقاذ اتفاق سخيرات؟ ألو سيد بوسدرة، هل تسمعني؟ سيد بوسدرة، أنا اسمي علي أبو سدرة. أنا علي أبو سدرة. أعتذر منك سيد علي. سيد علي أبو سدرة أستاذ علاقات دولية، أعتذر منك. كنت سألتك يعني هل التشكيل بالنسبة للبعثة هو ربما إنقاذ الاتفاق سخيرات، هذا تشكيل موسع؟ أولا الآن حسب ما ورد في الاتفاق السياسي اللي تم توقيعه من قبل أطراف يعني محاورين، لا يمكن لهذه الحكومة أن تباشر أعمالها إلا بعد أن تحصل على الموافقة وتعطى الثقة من قبل مجلس النواب، ويتم كذلك تقديم برنامج عمل هذه الحكومة. فبالتالي قبل منح هذه الحكومة الثقة تعتبر يعني كل أعمالها الآن معلقة إلى ألو نعم أستمع لك سيد ألو. نعم سيد علي أكمل. ألو. سيد علي نعم. فهنا الاتفاق السياسي، الاتفاق السياسي واضح فيه نص صريح بأن الحكومة تباشر أعمالها من لحظة منحها الثقة من مجلس النواب. طيب نحن نتحدث هنا تحديدا عن سيد علي اعذرني، نحن نتحدث ربما عن مسألة هذه التشكيلة، نتحدث عن 32 وزير وتأجيل لمدة 48 ساعة. هل هذه التوسعة ربما هي محاولة لترضية جميع الأطراف حتى يتم القبول بهذه الحكومة وتمريرها داخل مجلس النواب؟ هل تتفق مع هذه القراءة؟ اوكي، بالنسبة للاتفاق السياسي لا يعالج هذا الموضوع، متروك للحكومة أن تقرر عدد أعضاء الوزراء فيها والتشكيلة التي تراها مناسبة. السؤال الذي يطرح نفسه، هل التشكيلة تمت على أي معايير؟ هل المعايير هي المحاصصة أم هي معايير الكفاءة والمهنية؟ إذا كانت المعيار التي اخذته الحكومة في تشكيلتها معيار المحاصصة، أنا أعتقد نحن إذن لازلنا بعيدين عن المأمول وما نتمناه من وجود دولة مدنية حقيقية يحكمها الكفاءة والمهنية. وإذا كانت أسست على أساس الكفاءة فهذا يعني أمر مقبول. هل يمكن لنا أن نقرر هؤلاء لديهم الكفاءة؟ لا، أنا شخصيا لا أعرف، لأني لا أعرف أسماء الشخصيات التي ذكرت حتى نتأكد، حتى نقدم يعني رأيا في مسألة قدراتهم وتجاربهم وخبرتهم السابقة.
الاتفاق السياسي لا ينظم هذا الموضوع، ومتروك من سلطة الحكومة أن تختار بالنسبة للطريقة غير محددة في النظام أو الاتفاق السياسي اللي تم توقيع عليه تسخيرات. طيب أعود إلى السيد محمود إسماعيل المحلل السياسي معي في الاستوديو. إذا ما تحدثنا بأن ربما ما بين قوسين هذا الخلاف حول التشكيلة الحكومية والآراء المعارضة لهذه التشكيلة الحكومية هي نتيجة لإدارة البعثة في الحوار، ما الذي يمكن أن تقوم به البعثة الأممية في المرحلة المستقبلية؟ حقيقة أن البعثة ربما هي لعبت دورا، لأن هناك اتفاقية ما بين البعثة كدعم أو داعم لليبيا في الإطار السياسي وما بين اختصاصاتها التي أخذتها، هلا هناك خلط في هذا الاختصاص من ناحية، ولكن ما يجب أن يقال أن الليبيون يريدون التوافق ويريدون أيضا أن يكون هناك لملمة لهذا الصراع أو هذا الشتات الذي بدأ والذي بدأ منذ عام أو أكثر من سنة. نتكلم على واقع عملي أيضا، الوضع الاقتصادي والأمن الذي لا يمكن الاستمرارية فيه. من ناحية ثانية أن الوضعية الفعلية برناردينو ليون حاول جاهدا في أن يدكي طرفا على طرف وأخذ الكثير من الإشكاليات، ومهما كان صيغ اتفاق في مرة بمراحل إغدامس الأول والثاني وجنيف ثم الصخيرات التي انتهت إلى إمكانية أن يوجد يعني الاتفاق الشامل ربما غير مرضي في كثير من جوانب، ولعل من أهم الجوانب التي يراها الكثير غير مرضية وهي حقيقة غير مرضية المشهد الأمني الذي كان وظل ملبدا وعدم الوضوح فيه، والذي نص صراحة على إقالة رغم أنه فيه إقالة لما يتعلق بالأمنيين الموجودون حاليا، ولكن أيضا ظل البعض متشبتا بحفتر وما أدراك ما حفتر، مجرم حرب وقاتل ومجرم للليبيين، ولم ينص صراحة ولم يكن هناك ربما الاتفاق السياسي الذي وقعوا عليه يعطيهم مهلة لمدة شهر أخرى، لكن نحن الآن نتحدث مسألة تشكيل الحكومة تم تأجيلها لمدة 48 ساعة، أجلت. ظهرت بتشكيلة موسعة، الآن ربما قد يرفضها مجلس النواب ولا يمررها الحكومات عندما تكون متحدة في ذلك. كان من المفترض أن تكون حكومات برامج وليس حكومات أفراد، كان من المفترض أن تقدم برامج للليبيين وأن توضح كل حكومة أو كل وزير ما الذي أو كل وزارة ما الذي ستقوم به في هذا الإطار الزمني المحدد في ظل الظروف الزمنية والمالية التي تمر بها ليبيا. نحن نتكلم على وزارة ينتظرها الليبيون ومجلس رئاسي لم تسند له إلا إجراءات هذه بالتشكيل، المدة الزمنية التي حددت 30 يوما ثم أعطي 48 ساعة، هذه المدة نعم خرجت عليها، ولكن هل نستطيع الوصول إلى بر أمان من خلال هذا؟ نجزم بأنه في حالة الوصول إلى بر حاليا سيمر إلى مجلس نواب، ولكن متى سيعقد وكيف سيعقد وأين، وهناك أسماء لم يتم أيضا القسم منها هل هي هم أعضاء فعليون أم لا؟ هناك الحقيقة كثير من التساؤلات وكثير من الإجراءات، ولكن من المهم الليبيون ينتظرون توافقا وينتظرون حكومة وينتظرون استقرارا. سأتوجه الآن إلى المؤتمر الوطني العام سيد محمد مرغم، هل البعثة الأممية ربما تجري الآن محاولات لدعم هذه التشكيلة ربما لإنقاذ اتفاق الصخيرات؟ اتفاق الصخيرات لم يتم بعد، لم يتم بين الفرقاء الحقيقيين الأطراف الحقيقية ما بين مجلس النواب وما بين المؤتمر الوطني العام، لم يوقع عليه أي طرف، مخول بالتوقيع بنيابة عن الجسمين. إذا تحدثنا عن اتفاق موقع كل الإجراءات هذه قفز على حرق للمراحل، قفز على الدستور وقفز على الإعلان الدستوري، ثم قفز على حتى الاتفاق الذي وضعوه هم بأنفسهم. يعني الاتفاق يقول يقدم الحكومة وتعطى الثقة من مجلس النواب، ثم لم تعطى الثقة، ثم يخرج بيان من كوبلر ويقول أن هذه هي الحكومة الشرعية وعليكم أن تتعاملوا معها. يا أخي هذا انقلاب على الشرعية المنتخبة، سواء كانت شرعية المؤتمر الوطني العام أو شرعية البرلمان. الشرعيتان المنتخبتان الآن خارج المشهد وخارج صناعة الحكومة، وبالتالي من تمثل هذه الحكومة؟ طيب تمثل المبعوث الأممي فقط، لا تمثل أحد آخر. مجلس النواب والمؤتمر، ما هي خطواتكم المقبلة؟ أنا أدعو الليبيين جميعا إلى التكاتف، العالم كله في حالات الخطر لا ينسى خلافاته ويجتمع مع بعضه ويشيل حمل الوطن مع بعضه. أما أنك أنت تلجأ إلى الخارج وتلجأ إلى الاستقواب الأجنبي، هذا هو الخطيئة الكبرى، وسيركلك الأجنبي في لحظة ما.
كما ركل جزءا من الآن في مرحلة اكتشفوا بعض الليبيين الذين كانوا يؤيدون الاتفاق اكتشفوا أنهم أبعدوا كما أبعد المؤتمر الوطني العام في السابق. الآن على الليبيين أن ينتبهوا إلى هذه الخطة الماكرة لإعادة الهيمنة الأجنبية على القرار الليبي وعلى مستقبل الليبيين. طيب أتوجه الآن إلى سيد حسن شابة معنا المحلل السياسي عبر الهاتف. سيد حسن، مسألة ربما رفض من كان يؤيد لهذا التشكيل الحكومة ورفضها له الآن بعد هذه التشكيلة الموسعة، ما الذي يمكن أن يعكسه على هذه التشكيلة وعلى وجودها في الشارع أو ربما بعد قبول بعض الأطراف لها في الشارع الآن، ما الذي سيحدث؟ الحقيقة أنا أرى أن اتفاق الخيارات أصبح لا يمثل اتفاق وحوار. الآن فايز سراج أصبح غير مطمئن لينا أو للمدن صاحب الثورة. الزاوية الفرح معترضة بشدة مطراتة، الثوار في كل مكان يعترضون، أصبح لا يشكل أمان ليهم اتفاق الخيارات والحكومة اللي نسجل عنها. التوسيع في هذه الحكومة، أنا قلت لهم البارح سيد فايز، قلت التوسيع في الحكومة حتى ولو أعطاك انتباع أنك أنت ممكن تأخذ الثقة في مجلس النواب، لكن كل موجود على الأرض. نحن أطراف الصراع في ليبيا واضحة، ثوار منفصل عن بعضهم بين كرامة وبذل. الآن نحتاج إلى رأب هذا الصدع والعودة إلى ثورة فبراير وتعود الثقة من جديد. الآن يجب أن يعطى فرصة للحوار بين المؤتمر والبرلمان، وربما يخرجون من هذه الأزمة. أنا شايف حتى فايز البارح قال لي الثوار هدم أبنائي وسنحضنهم، قلت له أنت ما احتجيتش على مدينتك وما علقتش عضويتك لما طيارات حفتر كانت تضرب في الاتيكا. ثانيا كيف تبي نقنع مصراتي نقول له ان فايز سراج هو امان لي امان لي؟ يجب ان احنا نقول للسيد محمد مرغم المؤتمر الوطني يجب ان يتصل باخواننا في البرلمان، يجب ان يعاد الحوار ليبي ليبي. فشلت البعثه، البعثه يبدو ان لها اجنده غير اللي احنا كنا ماشيين فيه ونفكروا فيه. اذا لا مجال اذا لاي تشكيله حكوميه اخرى بقياده سراج حسب وجهه نظركم؟ طبعا انا اللي شفته الحقيقه لا يطمئن، ولا مجال للثقه في هذا الرجل في حكومه قد يقودها في طرابلس ولا في بنغازي ولا في. طيب اعود الى السيد علي ابو سدره استاذ العلاقات الدوليه معنا عبر الهاتف، يعني ما مدى تقييمك لبدائل مساله هذه التشكيله الحكوميه والدخول في مراحل جديده سواء مع بعثة الامميه او الحوار الليبي الليبي؟ سيد علي، إذا أشكر السيد علي أبو سدرة أستاذ العلاقات الدولية عبر الهاتف وفقدنا الاتصال بك، شكرا جزيلا لك، كنت معنا في هذه الحلقة. مشاهدينا فاصل ونواصل نبأ اليوم، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، نناقش في هذا الجزء من نبأ اليوم اجتماع روما الأمني بحضور اللجنة المكلفة من السراج لإدخال الحكومة إلى طرابلس في ظل خلافات جذرية داخل المجلس الرئاسي. ورحب مرة أخرى بضيوفنا وينضم إلينا الآن عبر سكايب سيد مفتاح لملوم. أبدأ معك سيد خالد، أو أيضا محلل سياسي عبر الهاتف سيد خالد فلاح. أبدأ معك سيد محمود مرة أخرى، إذا ما تحدثنا عن اجتماع روما الأمني الذي يقام في العاصمة الإيطالية روما حول مسألة المسار الأمني واجتماع وزاري وحضور دول كبرى، ما هي الرسائل التي وجهها المجتمع الدولي في ظل هذا الأمر وحضور اللجنة أيضا المكلفة من قبل؟ نعم، تكررت الاجتماعات في روما، في روما خصوصا، وتكررت الاجتماعات من أجل القضية الليبية. لا شك أن هناك اهتمام بالشأن الليبي، اهتمام بليبيا وليس اهتماما بالليبيين، وربما اهتماما بالليبيين من جانب ثاني، ولكن مع هذا وذاك نجزم بأن الاجتماع أو محط الاهتمام الدولي في ليبيا باعتبار أن هناك خوف وترقب لما يجري من ناحية نشر بؤر إرهابية، من ناحية ثانية من ناحية الوضع الاقتصادي وأيضا الهجرة غير الشرعية. كل هذه الملفات الثلاث تقلق الجميع، وتحاول قدر الإمكان إمكانية فرض الأمن من زاوية، وآلية التدخل بطريقة أو بأخرى، سواء كان التدخل، نعم إذا كان هناك تدخل من أجل دعم لوجستي أو من أجل أن يكون هناك بلد أكثر استقرارا، لا بتدخل عسكري، يجب أن يكون هناك مفهوم أيضا، هناك زاوية. هل يراد بهذا الاجتماع أن ترسل رسائل مباشرة في دعم معنوي لهذا، أم هو دعم بطريقة أخرى عسكرية؟ سيكون هناك حقيقة أيضا محط الاهتمام من
الليبيين ما الذي ستترتب عليه من نتائج. هناك ربما إجراءات شبه خجولة ستبدأ، ولكن ربما تنقلب الآية في أنه تكون تدخل بالشكل المباشر. أيضا ما يجب أن يقال في أن هذا المؤتمر في ميعادة وفي اختيارة وفي آليتة، ربما هناك تلويح بأشياء لا يدرى عنها، ومع هذا وذاك نجزم بأن ليبيا نعم محتاجة للعالم، دعمها العالم في 2011 وسيدعمها في المستقبل، ولكن دعم يفترض أنه يرفض رفضا مطلقا أن يكون هناك تدخل بأي شكل كان في الشأن الليبي المحلي، وأيضا التدخل العسكري سيكون مرفوضا من الليبيين جميعا. طيب نأخذ رأي السيد خالد فلاح المحلل السياسي معنا عبر الهاتف. ما الذي أو ربما انقطع الاتصال بالسيد خالد فلاح، سنحاول الاتصال به. أتوجه إلى السيد حسن شابة الناشط السياسي عبر الهاتف. يعني مؤتمر روما اليوم يعني ربما واستقباله للجنة مكلفة من قبل حكومة سراج المكلفة من قبل البعثة الأممية، ما هي الرسائل السياسية التي يريد أن يمررها يعني المجتمع الدولي إلى الداخل الليبي؟ لأن المجتمع الدولي هو مهتم بالشأن الليبي ويحاول أن هو تكون فيها حكومة واحدة وجهة تشريعية واحدة، وأيضا لكنه مهتم بالجانب الآخر بأن الثوار هم أساس المشروع الليبي. قرار مجلس الأمن واضح أن ثورة فبراير وثوارها يكون جزء من المشهد السياسي. الآن ما قام به اللجنة وماشية واختياراتها في نقطة غايبة حاولنا نوصلها للبعثة اليوم. الثوار الآن يفقدون الثقة في هذه الحكومة في الخوض والمرج اللي صار حتى في ترتيبات اللجنة الأمنية. يعني كثير من الثوار معترضين على اللجنة الأمنية، لا تجد شخص من قادة الكتائب من الثوار موجود في هذه اللجنة. طيب سيد حسن، يعني السؤال الذي يقفز إلى الأذهان مباشرة، لماذا كان هنالك ربما ثقة في هذه الحكومة ومن ثم غابت فجأة؟ ما الذي حدث؟ ما الذي اكتشفتموه؟ حقيقة أنا بنقول لك أن السيد في البداية كان ممتاز الحقيقة، كان هو مقتنع. احنا قلنا له انك انت شخص تم اختيارك لتوفق اطراف النزاع، يعني انت مالك رئيس حكومة، وكان هو مستجيب وتواصل مع الجميع. فجأة جونا ناس من امريكا ومن بريطانيا ليبيين بدأوا يديروا العملية بأن فايز رئيس حكومة، والدليل الصفقات اللي تمت في تشكيلها والريبة اللي تمت والخروج بهذا الصباح في الحكومة وإعلانها، يعني في شيء غايب عنا. أصبحت في ريبة كبيرة هذه الحكومة، ما أصبحت حكومة وفاق، أصبحت حكومة محاصة، حكومة مصالح تحقق أهداف. والدليل أن هي الشبهة اللي قلت لك حتى كيف تمت تسمية اسمها، يقول لي بنسمي كفاءات، نفاجأ أن السكرتير للسيد المجري يكون وزير التعاون الدولي رغم أهمية هذه الوزارة. السيد المعتيق يقول اسمها بتسمي وزير خارجيه من الكفاءات، نسمع بالطاهر الجهيمي ونسمع بهذه الشخصيات، مفاجأة انه تم ابو سلويس. فقصدي اصبحت الان الثقه معدومه في هذه في شخص فايز الان. انا حقيقه كنا في البدايه من الناس المشجعين لفايز، لكن اصبح بعد قدوم الفريق اللي صاحب هذا ما فيش اطمئنان حقيقه. إذا الفرق هو في مسألة ربما اختيار الشخصيات ومسألة الإخلال بما اتفقتم عليه في وقت سابق. توجه السيد مفتاح لبنوم عبر سكايب المحلل السياسي. هل ربما ضغط البعثة الأممية للإسراع في الظهور بهذه التشكيلة الحكومية هو في يعني في المشاركة في 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 مؤتمر روما؟ نعم، يبدو أن السيد لمنوم ليس جاهز بعد. توجه الآن عبر الأقمار الصناعية للمؤتمر الوطني العام السيد محمد مرغم. هل كان الإسراع في تشكيل هذه الحكومة وهذه التشكيلة الحكومية الموسعة بضغط من البعثة الأممية يعني ربما المشاركة في مؤتمر روما؟ ربما تكون هذا واحد من الأهداف، لكن هي البعثة الأممية اتخذت استراتيجية خطيرة جدا للليبيين، شق صف الليبيين. في الأول اعترفوا بمجلس النواب وأقصوا المؤتمر الوطني، ثم الآن واتصلوا بثوار وكتائب من الثوار، والآن كتائب الثوار نفسها اكتشفت هذه اللعبة واكتشفت أن الهدف هو رأس الثوار، وإلا لما يقصيه؟ ولماذا يضع أحد قادة الكرامة في وزارة الدفاع؟ هل الذي يحاربك ودمر بنغازي وأدخل إليها الدبابات، هذا أمر كتيب الدبابات التي أحرقت نصف بنغازي الآن ودمرت نصف بنغازي الآن، هل هو له دون أن يكون هناك اتفاق أو مصالحة وطنية بين الأطراف الليبية؟
دون أن يكون هناك اتفاق. هناك مغالبة، هذه حكومة مغالبة، حكومة لها هدف واحد وهو القضاء على ثورة 17 فبراير والقضاء على الإنجازات الديمقراطية التي حققتها باستحقاقين انتخابيين، ثلاث استحقاقات انتخابية. الآن يراد إقصاء هذه العملية الانتخابية ووضع دكتاتور يحكم البلاد بالأمر بالدعم الدولي وبكتائب وقوة عسكرية انقلابية لا تؤمن بالدستور ولا تؤمن بالقانون. طيب أعود إلى السيد لملوم، ولكن هذه المرة عبر الهاتف، ربما لمشكلة فنية في الانترنت لديك سيد مفتاح. سيد مفتاح، هل يمكن للمجتمع الدولي أن ينشأ أي ترتيبات أمنية في هذا التشكيل الحكومية حتى قبل نيلها الثقة من مجلس النواب حسب الاتفاق السياسي الموقعين عليه؟ أعتقد المسألة الآن مثل ما أراها ويراها الكثيرون أن ما يجري في ليبيا هو مخالف لكل الأعراف والقوانين، ويضع ليبيا في ويضع هذه الحكومة وكل ما ترتب عنها واتفاق السخارات والمسودة كلها في وضع ميؤوس منها على اعتبار لبيب كان الطعن فيها قانونا. المسألة إلى الآن وثيقة السخارات لم تعتمد لا من البرلمان ولا من المؤتمر الوطني، هذا واحد، هذا شرط أساسي. ثانيا، هذه الوثيقة يجب أن تتضمن داخل التعديلات في الإعلان الدستوري، وبالتالي هذا لم يحدث إلى حد الآن. ثم أن هذه المجلس الرئاسي قد تم تشكيله ولم يتفق عليه ولم يعتمد من قبل البرلمان والمؤتمر الوطني. أيضا فيما يتعلق بهذه التشكيل الحكومي إلى حد الآن لم تعتمد، وبالتالي هناك عقبات كثيرة أمامها. البرلمان في طبرق هناك شروط معينة، عندما التقى كوبلر معهم في اليومين الماضيين كانت هناك شروط موضوع، وهذه الشروط لم تتحقق لحد الآن، ولا أعتقد أنهم بإمكانهم أن يعطوا هذه الحكومة الثقة. وبالتالي إحنا نتحدث عن شيء، هذه الحكومة لحد الآن هي حكومة غير شرعية لأنها لم تمتثل لما هو مطلوب في الوثيقة. سيد لملوم، لماذا البعثة الأممية تقول بأن هذه هي الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا؟ ولماذا البعثة الأممية تدعو هذه الحكومة إلى كل المؤتمرات الدولية التي تمثل ليبيا؟ ولماذا الآن في هذه الترتيبات الأمنية وهذا الاجتماع في روما تدعو اللجنة المكلفة من قبل البعثة الأممية؟ ما الذي تريد أن ترسله هو البعثة الأممية من هذه الدعوات؟ البعثة الأممية تريد أن ترفض الأمر الواقع، هذا ما احنا رأينا منذ البداية، أن بداية من السيد ليون الذي لم يكن يستمع إلى أعضاء المؤتمر ولا يستمع أيضا إلى بعض ما قدم له من تعديلات فيما يتعلق بالبرلمان، وهكذا يقولون. وللأسف ما جاء به ليون جاء وقال وطرح بعض الأسماء وقال أنها مجرد مقترح بإمكانكم أن ترفضوه. وثم العين الآن أن هناك من يريد فرض الأمر الواقع، هذه وثيقة السفارات لم يعتمدها البرلمان وأخذوا وقالوا هذه وثيقة صالحة اعتمدت ووقع عليها من قبل البرلمانيون في السفارات وغرق عليها من غالبية العظمى، وهذا لم يحدث. المسألة مثل ما هي تحدي لإرادة الشعب الليبي، هناك من يريد أن يفرض على ليبيا حكومة وحلا ويريد أن يفرض وصاية عليه، هذه الحقيقة يجب أن نواجهها بكل صراحة، ومن يخالف هذا الرأي لا أعتقد أنه فعلا قد جاء لجانب الصواب. المسألة الآن أصبحت تحدي كامل للشعب الليبي، ولا أعتقد عندما تصل الأمور هذا الأمر بإمكان السراج أو حكومة السراج أو من الناحية السياسية والناحية القانونية أن يكون هنالك دعم للسراج وتشكيلاته الحكومية خلال مؤتمر روما. مؤتمر ما يهم الشعب الليبي هو وحدة الشعب الليبي وقبول الشعب الليبي لهذه الحكومة. هذا الشعب الليبي وقف مع هذه الحكومة، ليس بإمكان أحد أن يقف في سبيله بأن تبنى هذه الحكومة، ولكن الشعب الليبي هناك من يرفض هذه الحكومة الآن، وهناك أيضا الشعب الليبي الآن شعب مسلح بكامله، وأي شرارة قد تشعل نارا تلتهب الأخضر واليابس في ليبيا بكاملها. من يريد أن يحفظ ليبيا ويحافظ على أمنها وسلامتها ومستقبلها لا يلعب بالنار، الآن في هناك من يلعب بالنار. السيد السراج يريد أن يحكم ليبيا من خارج ليبيا، هذه حكومة منفى وليست حكومة بإمكان الشعب أن يحمي. الشعب لم يلتحم بها بعد، الشعب لم يعيدها بعد، وهناك قطاعات كبيرة لا تعترف بها سواء كان في منطقة الشرقية أو في الجنوب أو في المنطقة الغربية، والسيد السراج يدرك ذلك جيدا. فمسألة إلى جانب التخبط الذي تمر بهذه الحكومة، الحكومة رأيناها من بيانه الأول تمر بمرحلة تخبط شديد لا تدري ماذا تفعل. الآن الحكومة تقدمت بتسريبات تشير إلى 22 أو 24 أو
وزير، ثم انخفض الرقم إلى 10 وزراء، 10 وزراء، والآن نرى أن هناك 32 وزير. مسألة هي مسألة ليس هناك قرار متخذ ولي. طيب ابقى معي سيد لملوم، توجه سيد محمود اسماعيل، هل يمكن لهذه الحكومة ربما أن تمارس أعمالها في ليبيا في ظل وجود ربما معارضة وإن كانت ربما قليلة كما يصفها مؤيدو الاتفاق؟ حقيقة ما يجب أن يفهم، هي الآن لا تسمى حكومة إلى أن تتم نيل الثقة وفقا حتى الاتفاق، إذا أخذنا جدلا بعملية هذا الاتفاق. من ناحية الموضوع أن هذه الحكومة تحتاج بداية إلى وجود استقالة صريحة من السيد السراج وإحلال عنصر بدله في مجلس النواب، وهذا لن يتم. ثم ثانيا تحتاج أيضا إلى أن مجلس النواب يقوم بإقرار تعديل دستوري ب 134 صوت وهو صعب. ثم ثالثا تحتاج إلى 120. من الناحية العملية أيضا أن هذه الحكومة إذا أقرت ممكن أن تمارس عملها، ولكن في منفى، تمارس عملها خارجيا ولكن على أرض الواقع. ما بين الفاعل الموجود وما بين الواقع اللي هو موجود، نحن ندرك بأن في حجم مشكل ومشكل كبير وكبير جدا. ما يجب هو أن توسعة دائرة النقاش وإعادة النظر، وربما تكلم شخصيات جديدة فيما يتعلق بالمجلس الرئاسي. نعم. وأيضا شخصيات أخرى في إعادة التوافق، ولكن نعم للتوافق، وتوافق ليبي ليبي أو توافق كامل يشمل الجميع ولا يقصي أحدا، ويخرج أيضا ليبيا من عنق زجاجة فعلا انتظر الليبيون وينتظرون، ويجب أن يكون هذا عاجلا وغير عاجل. سيد محمد مرغم معنا عبر القناة الصناعية من مقر المؤتمر، هل يمكن لهذه الحكومة أن يعني أو هذه التشكيلة المقترحة أن تمارس أعمالها بدعم دولي في وجود معارضة بالداخل الليبي لها؟ والله يا وطني هم ليبيين، وإذا كان هم لازم يقتلوا الليبيين باش يحكموا، أعتقد أن هذه مسألة يعني هم متروكة لي. طبعا أنا يعني أستبعد أن من أي ليبي أن يدعو جندي أجنبي واحد لقتل الليبيين من أجل أن يبقى هو في الحكم. هذه مسألة أعتقد أنني أستبعدها إلى حد الآن، لا لا لم أجد أي مؤشرات تدل على أن ممكن السيد السراج أو الأعضاء المجلس الرئاسي أو أعضاء الحكومة حتى أنه ممكن يستدعى الدعم الأجنبي من أجل الحكم. ربما إذا اتفق الليبيون، وأنا أدعو الذين فهموا الآن اللعبة وفهموا مسألة شق الصف أن يلتئموا جميعا، الليبيين جميعا، أعضاء المؤتمر وأعضاء البرلمان والمناصرين لكل من المؤتمر والمناصرين لكل البرلمان، يجتمعوا يقولوا هيا تعالوا ديروا حل ليبيا من الداخل، واتفقوا على حكومة واتفقوا على إجراءات دستورية، وبعد ذلك تخرج ليبيا. إذا لأن احنا الحاكم يجب أن لا يعارضه شعبه، الحاكم يجب أن لا يعارضه شعبه. حكامنا السابقين فقدوا شرعيتهم عندما فقدوا تأييد الشعب وبقوا بالقوة العسكرية، ولكن فائض القوة هذا لا يحقق الاستقرار، وإن حققه فترة ما لكنه سيؤدي إلى انفجار. أشكرك. سيكون الحكام نفسه هم أول ضحايا. أشكرك سيد محمد مرغم عضو المؤتمر الوطني العام، كنت معنا عبر القناة الصناعية. أشكرك أيضا سيد محمود إسماعيل، كنت معنا في الاستوديو. أشكر سيد حسن شابة الناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف. وأشكر السيد علي أبو صدرة أستاذ العلاقات الدولية أيضا كان معنا عبر الهاتف. وأشكر أيضا السيد مفتاح لمنوم كان معنا عبر الهاتف. مشاهدينا وصلنا لختام حلقة نبأ اليوم لهذه الليلة، تصبحون على خير، إلى اللقاء.